السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأشعري الذي يحاول الطعن بأهل السنة بأي وسيلة يستطيعها، حتى ولو كان بالكذب، بالافتراء، بأي شيء، وبالإبلاغ على قنواتهم. على العموم أتى بمقطع للشيخ بن باز يتكلم عنه، يعني يقول الشيخ بن باز كيف صار شيخا وعالما وهو لا يحسن قراءة القرآن؟ أساسا هؤلاء حتى إجازاتهم في القرآن مزورة. وثالثة الأثافي، حينما جاءني تسجيل لابن باز وهو يقرأ كتاب الله تعالى، لا يعرف مخارج الحروف، كيف أجيز هذا؟ هو لا يعرف قراءة القرآن لأنه يقرأ الأرض بالضاء بدل الضاد، يجب أن ينطقها. وجاء هذا الأشعري بالنطق الصحيح للكلمة. إذن ابن باز بحسب نظره جاهل وليس بعالم ومزور إجازة التلاوة، لأنه قال الأرض بنطق هكذا خاطئ بالضاء. فجاء الأشعري الذي إجازته غير مزورة والذي هو عالم بنظر نفسه ليقول له هكذا تنطق الكلمة، فنسمع كيف نطقها. الثاني يقول الأرض بدل الأرض بدل الأرض بدل الأرض. في قصيدة منظومة في أحد أبياتها، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، فيقول له إن الضاد حرف استطالة وليس حرف قلقلة. حروف القلقلة قطب جد، والقلقلة شكلها كما نقول الفلق الفلق، أما الضاد فهو حرف استطالة وليس قلقلة. فالكلمة هذه لا تنطق الأرض، أنت أولا قلقلت الضاد، ثانيا زدت همزة، فلم تقلقل فقط وتقول الأرض، بل قلت الأرض. نسمعها مرة أخرى. مدى الأرض الأرض. قلقلت وزدت همزة، وحرف الضاد كما علمنا الأطفال، والضاد باستطالة، يعني الأرض الأرض، هذا هو حرف الضاد الأرض وليس الأرض. إذا قرأ علي شخص الأرض والله لا أجيزه، والله إذا كانت هذه قراءته والله لا يستحق الإجازة، ولا أرى حل إجازتي، لا يحل لأحد أن يجيزه وهو يقرأ بقراءتك هذه. وانتبه إلى أمر، أحيانا الإنسان عندما يقرأ في مصحف ولا يقرأ في صلاة، كثير كل القراء تجد لهم أخطاء من هذا القبيل، أخطاء يعني في مخارج الحروف وكذا، لأنهم لا يعني لا ينتبهون إلى تلك المخارج، لكن عندما يصحح لغيره فهو يبرز ما عنده. أنا الآن عندما أصحح لهذا الرجل لا أقول الأرض ولا ألفظها بطريقة خاطئة، لأني أنا منتبه إلى لفظ هذا الحرف، فسألفظه بحسب ما أعرف وبحسب علمي. في الصلاة ممكن يعني لا أنتبه إلى المخرج، لكن عندما أصحح أصحح بما أعرف. الأرض الأرض استطالة الأرض. وهذا متفق عليه عند القراء العشرة، يعني بالقراء عند القراء العشرة هكذا حرف الضاد بالاستطالة، إلا إذا كنت تقرأ بقراءة أخرى غير القراءات العشرة المتواترة، فتكون هذه مثلا قراءة الإمام الطبرز. طبعا أنا أقولها هذه سخرية حتى ما يظن أحد أن هناك قراءة، لا يوجد أي قراءة قالت أن الضاد تقلقل، لكن أقولها سخرية. فأقول إذا كنت تقرأ بقراءة الإمام الطبرز وحروف القلقلة عنده قطب جدب، فأنت زدت همزة، فقلت الأرض فزدت الهمزة. السؤال لهذا الإنسان، من الذي أجازك في القرآن الكريم؟ من الذي، سؤال واضح نريد إجابة عليه، من الذي أجازك بالقرآن الكريم؟ كيف يجيزك وأنت تقرأ بهذه القراءة؟ يعني عندما تريد أن تتطاول حاول أن تأتي بشيء أنت تحسنه. ممكن ممكن يعني إذا طلبت أن أشفع لك عند أحد الإخوة يقرئك أسبوعا تتدرب على حرف الضاد،
يعني يمكن أسبوع ما يكفيك حتى تنطقها نطقا صحيحا فتقول الأرض الأرض، هذه ما أتوقع بأسبوع تجي معك. لكن مع ذلك أسبوع ممكن واحد يخصص لك وقت ويعتبرك واحد من هالصغار أو كذا يدربك عليها مع أنك لا تستحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.